اليوم بأكو موضوعنا هو النباتات المائية. رح نحكي عن ثلاث أنواع وأكيد رح نخلي the best for last. ما رح نحكي شو أي نوع. هاي مارك. هاي تينا. سبعة. تمام. نحنا آخر مرة كنا سوا كمان حكينا عن نبتة بتطلع بالماي وكتير ناس اتصلوا وحبوا هالموضوع، فحبيت أنت اليوم توسع. نكمل نوسع صح، لانه نحن حكينا عن اللوتس. نعم. وقت حكينا عن اللوتس كمان يمكن ما كثير قلنا انه هن في كثير نباتات بيشبهوها. صح. وحتى كلمه لوتس بتنعطى اوقات، مثلا بتصير تقولي وايت لوتس، بينك لوتس، ريد لوتس، هاي الاشياء ما بنكون عم نحكي عن اللوتس النبته يعني. نعم. انا رح بلش بس اول شيء صورتين نذكر شو اللوتس، هلا بركي نبلش نشوفهم. اول صوره رح نشوفها هي لوتس اللي نحن حكينا عنها هذيك المره، يلي اذا بتتذكري حكينا انه تنعرف أكثر شيء هي نعرفه هو أنه نحن نشوف هيدا الفروت اللي قدامنا. فهيدا شغلة كتير أساسية نبقى نشوفها يعني نفهم هيدا معناتها في عنا لوتس. هلا أنا قلت كمان منكمل نحكي عن غير نباتات موجودين بالماء. أول وحدة رح تستغرب كتير لما رح نفرج صورتها هي الولفيا اللي هلا عم نشوفها قدامنا. هلا هيدي النبته اللي هون عم شوفها هي اصغر نبته بالعالم بتطلع بالماء، يعني هيدي شغله لازم نعرفها. هيدي كل نقطه خضراء عم تشوفيها قدامك تينا هي نبته بحد ذاتها. كل وحده؟ كل وحده، يعني هون كل نقطه كل وحده بتعيش؟ كل وحده بتعيش، ليكي كيف بيصيروا؟ مثلا هون عم تشوفي كيف هيك بيطلعوا هن قدام الماء. بعدين هيدي عم نشوف النبته وزهرتها كمان، يعني عم نشوف كمان الاثنين سوا. وهون كمان بتطلع عليها بتشوفيها النبته كل وحده لوحدها. نعم. وقديش صغيره ومع انه هي اصغر نبته بالعالم كله. كمان او بتصير انفيزيف، بتذكر هون كيف بتصير بتعبي لاك بكامله اوقات. هون كمان بس شو موصولين على شيء؟ لا لا لا، هيدي كل وحده نبته بتعيش بالماء. في كثير منها يعني اذا بتروحي اوقات على جاردان بوتانيك حتى مثلا بكل اوروبا بتلاقيها هيدي نقطه ملايه الدنيا كلها بتصير هيك، ومعروف كثير يعني اسمها وولفيا اليزا او لانتيدو، عدس الماء، لان كل وحده بشبهوها بنقطه عدس. اوكي. هيدي اول نبته. ليه حطيتها؟ حطيتها لنفرج ثاني نبته يلي هي ذكر سألتينا عنها هذيك المره. هي اكبر بكثير. هيدا اكبر بكثير، يلي هي بتعتبر اكبر نبته بالماء عندها اوراق. اوكي. هيدي كمان اسمها فيكتوريا امازونيكا، تيمنا بالرين فيكتوريا. شو جميله هي الجميله. وكمان تعرفي عنا اشياء هلا بتشوفي انه بتقدر توصل ل 3 امتار بظرف 3 ايام ورقتها، يعني كثير بتكبر بكثير سرعه، كثير سريعه. ليكي كيف هيك بتشوفيها يعني فينا نقعد نراقبها. ايه كثير حلو. عن جد لانه اصلا في فلومه على البطيء كيف محطوطه هيدي النبته. كون عم شوف كيف بتكون بقلب جاردان بوتانيك، هون عم شوفها بالطبيعه بالامازون اوقات كيف بتكون. وهيدي النقطه اللي قبل شفناها هون، شفتي هول النقط اللي عم شوفهم بيناتهم؟ ايه معروف. هي هديك؟ صح، معروف انه اللانتيدو بتجي الى بارازيت، يعني بتطلع حدا شوي تطلع مزبوط. هلا ليكي هيدي الصوره رح تحبيها بتصور. واو. بيقولوا انه الفيكتوريا امازونيكا بتقدر تحمل 40 كيلو. مش معقول. مثلا هون ببي اميزنج. شو كبار؟ صح كثير كبار. فليه كثير كبار؟ هلا بتشوفي كيف قد ايه بتعيش الوحده؟ الورقه بتعيش كثير بس الزهره يعني ما بتعيش كثير. الزهره هلا بتشوفها هيدا زهرتها تينا، معروف انه زهرتها بس بتزهر فيها تقريبا 60 بيتال الوحده. بتقدر تزهر بس ل 48 ساعه. ليه؟ او بتكون زهر هيك هون نشوف كيف فتحت. بعدين بتعيط بالرحيق تبعها لنوع من الحشرات. هول الحشرات رح فرجيك هون بيجوا. اول ما يجوا لجوا هي بتسكر عليهم، هن بيقعدوا تحت. واو. هي مسكره عليهم بتصيروا يخبطوا شمال ويمين، بينزل البولان على الاوفيول يعني. وبعدين اكيد الورقه بتزهره بتكون عملت فيكونداسيون بتفل، مشان هيك ما بتقعد اكثر من يومين، وبتبلش يطلع من تحت ورق ثانيين. حلو. ليك كيف بتصير؟ ليه هي بس الحشره ما بتموت؟ لا ما بتموت، بس تنحبس يومين بتاكل الرحيق وبعدين بتفل. هلا هيدي الصوره هي دغري من بعد ما تصير الورقه عم تتفتح. بس هي شو عم بتفرخ من تحت الماء؟ تيجي لحالها. صح يعني. بس الفكره وين؟ اذا بتطلع عليها عن قريب بتشوفي هذا الشيء، يعني بتشوفي كثير كثير نرفور. مشان هيك بتقدر تحمل 40 كيلو. واو. لانه هول مثل قوية. كثير قويه. فوقتها عملوا بال 1936 الناس 1851 وقتها عملوا هذا الشيء اللي عم نشوفه قدامنا اسمه الكريستال بالاس بلندن. هيدا كان اكيفالون للتور ايفل وقت عملوها بفرنسا. اوكي. عملوا هالاوراق كلها مثل ازاز اذا بدك يعني استوحوا من الفيكتوريا امازون. شو حلو. اوكي. هيدي ثاني نبته بالماء.
وبتالت واحدة اللي خلينا نحن هلأ قلنا يعني اللي رح نحكي عنها اليوم هي النانيفار nice. يعني هي مانا اللوتوس اللي حكينا عنه قبل ورح تشوفي أن النانيفار رح أحكي كتير عنها لأنه عندها كتير استعمالات هي نبتة دينية كتير حلوة رح تشوفي الألوان كلهم تبعها كمان النانيفار على فكرة كتير موجود بلبنان يعني نحن عنا أقل لوتوس مش بالطبيعة بس كتير ناس ببراكون الصغيرة أو الكبيرة بيزرعوا النانيفار وببدلوا بيمشوا لأنه كتير هينة تاخدي ريزوم وتعطي لجارك مثلاً بيقدر يزرعها رح نحكي عنهم هيدا زهرة تانية من النانيفار اللي هي الأكتر شيء مشهورة بسموها النانيفار الأزرق أصلاً ليه مشهورة؟ لأنه إذا بتطلع عند الفراعنة وين مكان عند الفراعنة بكل صورهم موجودة النانيفار ومع انه بسموها وايت لوتس او اوقات بسموها بلو لوتس بس ما بيكونوا عم بيحكوا على لوتس بيكونوا عم بيحكوا على النانيفار هون بنشوف مثلا الوايت لوتس كيف عم تنعطى ورح فرجيك هالصوره لان هي كثير اساسيه هون بتشوفي اعتقاد كان كثير قديم وحلو انه الالهه دائما كانوا يرسمون فيهم وايت لوتس من تحت ولوتس زرقاء من فوق لان كانوا يقولوا انه اللوتس الزرقاء بتزهر بعد الظهر وهديك بتزهر قبل الظهر فتيقولوا انه مثل يعني كل الالهه عندهم ومثل الشمس وبتشرق وبتغيب يعني كانوا دائما يرسموا اللوتس كلهم سوا وفي اعتقاد بضحك كمان شوي على اللي عم نشوفهم قدامنا لما كانوا يحطوا اكيد المخصيين عند الحريم تبع السلطان كانوا يشربون لوتس كرمال كان يساعد مشان ما يوجعوا هيك هذا شغله قديمه وفي كلود موني كمان مشهور كثير بزهرات لوتس بس تقول لك هون الاساس نعرفه لما نكون عم نحكي عن بينك لوتس او هو اللي بنكون ما عم نحكي عن النبته الثانيه بنكون عم نحكي عن النانيفار اكيد أوكي. فكيف هي هون عم نشوفها حطيت كمان سريلانكا لانه هي الزهره الناسيونال تبع سريلانكا وبتشوفي الاوراق تبع اوراق تبعهم كيف مجرحين اوقات لهيدا مثل ما انت قلتي قبل بسمون ووتر ليلي هلا قبل ما نعطي تبس على كيف زراعتهم رح فرجيك عده اشكال وايت لوتس مثلا هون هيدا الوايت لوتس يلي هون بس نذكر لو من الا وايت لوتس هي نانيفار بس انه هي ووتر ليلي مش هي ووتر ليلي مزبوط شفتي شو حلو هيك اوراق صغار مش كتير كبار مثل قبل وهيدا زهرتها وتشوف قد ايه حلوه الزهره تبعها والاشهر وحده بيناتهم كلها يلي هي اكيد اسمها لوتس بلو بنشوفها مع انه هي منا كتير زرقاء يعني بس هذا الاسم تبعها ميلا زرقاء فيها كتير ايتامين من جوا هلا بنشوفهم بالنص وهيك واو. هلا تنعطي تبس عن زراعتها لانه اكثر شيء كمان بهم المشاهدين هون تنقول لما نحن نروح نشتري منهم لهالنانيفار لازم نعرف انه في اربع انواع حسب قد ايه الباوند تبعنا غميقه بنشتري النوع يعني في النانيفار الصغار يلي فيها نحطهم تحت 30 سنتيمتر من المي شفتي هون مزبوط ليقدروا يوصلوا لفوق كمان هيدا الاساس في اللي بسموهم مويان يلي من 30 ل 60 وفي يلي كبار بيقدروا نحطهم تحت متر لمتر و20 تحت وهيدا معروف كمان عن النانيفار انه بتقاوم السقعه يعني مثلا بلبنان لو زرعينا على 1200 و1004 بالمي ما بتموت يعني لما بتروح اوقات اوراقها بيختفوا بس بعدين بترجع بعد الشتاء بترجع بتقلع كيف فينا نعمل لنعطي لاصحابنا هون شغله اساسيه بنشيل حيلا وحده من فسخها ضروري نعرف انه اساس نحط هيدا الارجيل الفوق الاحمر لانه اذا حطيت تورب او حيلا شيء ثاني بخلي هالتراب يرجع على المي بينما هيدا بيعمل مثل بتقى مودلي اذا منتبه بضل تحت بضل تحت وما بيطلع هذا شو معمول هيدا التراب الموجود بلبنان يلي بتكوني بالطبيعة بتلعبي فيه مثل بتقى مودلي التراب الأحمر؟ التراب الأحمر بس اللي بجبل كتير منيح الكلاي يعني أرجيل بيكون هيدا أساسا نحطه من فوق بعدين بنزرعها دايما ورابة مثل ما ملاحظة هون على الصورة التحتانية وهون بتشوفي أنه فوق بيقولوا مستحسن تحطي بحص كمان عليها حتى ما يطلع التراب وهيك بتخبيهم عندهم هون كمان عم نشوف كيف بنزرعه ونرجع كمان مثل الصوره اللي شفناها قبل لك اساس دائما مش ضروري يكون في ورق يعني ما نعطي الهم اذا في ورقه ورقتين لانه هي رح تطلع بعدين فوق المي وهيدا البحث يلي فينا نحطه نحسها كيف بنزرعه بعدين بنشيل هيدا البوم بنحطه بالبوند مثل ما شفنا قبل اكيد هي بعدين رح تفرق هون يمكن البحث كمان تنتقلها ضروري تنتقلها لانه تدلها تحت وما تطلع فوق المي هيك مع انه التراب تقيل هلا هيدا وحده من الطرق نفسخها في طريقه ثانيه هيدا الريزوم اللي بنشوفه نحن تحت هيدا كمان بنقدر نقصقصه مثل رح فرجيك هلا كيف بقصوه هون يعني مبين كيف هيك بينقص وبينحط بتراب شو كبيره يعني بعدين اكيد فيها هي ترجع تفرخ هلا اللي بنعمله الغلط عاده اللي عندنا بكون عندنا نانيفار او لوتس وليه ما بيعيش منيح لانه بننسى انه هيدي نباتات وبدها كيماوي بس الكيماوي اذا بحطه بالمي هيك بالبوند تبعه اللي بصير هو انه لما بحط هالكيماوي بالبوند بتصير في امل انه هالكيماوي يروح على المي ولما يروح على المي بخلي ساعتها
المي تصير زرقاء او خضراء او بصير كثير مجويه هيك. مشان هيك بيشتروا عاده مثل كيف مثلا لنقول حبوب بس بيكونوا بتويو مثل كبسول يعني. كبسول بشكوها بالارض بتربط هذا بيكون بيعطي شوي شوي غذاء لللوتس يعني او للنينوفر وهيك ما بخلي انه يطلع على المي وتطلع لفوق. تاني شغله بدي اقول لك عنها انه اللوتس كمان مثل ما كنا عم نحكي هون بالريزوم مش بس هيك في شغله ثانيه بتنعمل يلي هو في كتير ناس بيروحوا بلموا اللوتس هون مثل ما عم بتشوف قدامنا شو بيعملوا بيروحوا بلموا او النينوفر يعني هالكميات كميات كتير كبيره خاصه للزهره فبلموا الزهره في كمان نوع النينوفر بيعمل مثل بطاطا تحت المي وبيبيعوه بياكلوه وكمان اكيد كل شيء مستعمل فيها الزهره الوراق وهيك بس خاصه وين ما كان منشوف نحنا البيتال تبع النينوفر خاصة البلو ليلي يعني هلأ بتشوف كيف بتنبيع شو بيعملوا فيها هلأ في استعمال كتير قديم يلي هي بيستعملوها كناركوتيك بلانت يعني هيدا معروفة بس في كمان بيعملوا منها بخور كل يوم بيولعوها تشموا ريحة حلوة بتطهر الجو هيدا يعني مشان هيك أكيد كتير مش شاي لا مش مستحسن يستعملوها هيك أكيد هون بنشوف كيف لما بيخلطوها مع بولن الثانيين وفي كمان هيدا الاستعمال بسمونه هيرب اوف جادز كمان بيكون فيها البلو لوتس فلاورز وهونيك اذا بتشوفي ساكرد بلو لوتس كمان لانه هي اكيد نبته مقدسه مثل ما كنا عم نحكي عن الفراعنه عن الاغريق وكثير مهمه هيدا كمان هيدا النينوفر هلا حبيت انهي بكمان شكل كثير عم نشوفها بلبنان والناس بفكروها نينوفر يلي هون بسموها الجاساندو يعني هيدا كتير مغيرة وهيدا فيك تحطيها ببيتك ببوكال صغير يعني الولاد كتير بنبسطوا فيها ليه لأنه هي انفيزيف سبيشيز رح فرجيك إياها كيف بتصير هيدا وراقة ملاحظة الوراق كيف صغار وليه بتفوش على المي هون مش لأنه وراق كبار لأنه عندها هولة يلي مثل بولات هيك شو مهضومين كتير عم نشوفها بلبنان يعني محلات الزهور عم تبيعها كمان تنزرع ببوكال كيف بوكال بوكال مثل أكواريوم صغير هذا إزاز صح الاساس بكل هون نباتات مي تراب مي على الحل ما ماشي بس بتجيب بوكال بتكبيها بالمي وبتفوش بهول اللي عم شوفه وبفتره من الفترات بتزهر هيدا الزهره انا بدي خلص رح جيب لك وحده وبنبقى بنرجع نفرجيها للمشاهدين هيدي كثير هينه لانه هي رح فرجيك بالصوره تشوفي قد ايه بتصير كمان انفيزيف يعني ليك كيف تعمل بعدين بتصير هيك شو حلوه بالفتره المزهره بتكون عن جد اميزنج يعني هي بتمشي عنا بلبنان برا برا شو يعني ليك كيف بتصير على الساحل اكيد اي بس نحن مش مستحسن نحطها لانه انفيزيف يعني مش نحطها بالانهار بس واحد ببركته لا مش انهار بس بركه محدوده يعني بركه محدوده اكيد فينا نحطها كثير هينه الاساس دائما هو قد قويه كثير قويه انفيزيف يعني حتى شفت قد ايه شفت الصور بس ننتبه على شغله بكل هون نباتات انه لازم ننتبه دائما انه المي اذا ما فينا نغيرها على القليل نحركها تفوت اكسجين على المي او نغير المي اذا بنقدر اكيد على بحيره كبيره ما بنقدر بس عم نحكي لما يكون ببوكال لانه بتصير تعفن والروتس بتل عندهم اكسجين اوكي هيدا الشغله بتتغير المي بتنكب وبرجع فينا نزيد عليها يعني دائما اوقات مش مستحسن نكب المي كيف ما كان نزيد مي عليها لما بتخف وهيك يعني الواحد فيه يفضل بكا فلور متراب ببيت هي يعبي مي مزبوط ايه مش 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 غلط هيك بيعملوا يعني اذا بحب يحط هول النباتات بس كل هول النباتات هن فول سان بلانتس يعني مزبوط هيدا لازم دائما ننتبه لها بكل هالنباتات فهيك بكون تعرفنا عمليا على اللوتس وعلى النينوفر nice. وعلى الجاساندو كتير حلوين يلي كتير حلوين ولريت منصير هيك نزرعون أكتر منلاقيهم بسهولة بلبنان في الجاسان دو كتير هينة والنينوفر كتير هينة يلا الجاسان دو خلص رح نجرب نجيب واحدة مرت الجاي ثانكس مارك رح ناخد بريك أنا بترجع بتلاقوني بالكوكينج مع مارون بريك بنرجع